هيكون معانا المهندس خالد مرتجي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي على التليفون. مساء الخير يا باشمهندس، وخليني في البدايه طبعا ابارك لك، الف مبروك، انجاز طبعا يحسب للنادي الاهلي ويحسب لمجلس ادارته، الف مبروك على التتويج بالنجمه العاشره. مساء الخير يا احمد، ومساء الخير على كل مشاهدينك الكرام، مساء الخير على شعب مصر العظيم، مساء الخير على كل الاهلاويه. الحمد لله رب العالمين، دايما النادي الاهلي هو بيبقى صاحب البسمه على شفاه المصريين، ودي حاجه زي ما قلت قبل كده وقلتها يمكن في القناه امبارح او سام على صدرنا، ان النادي الاهلي دايما بيبقى سبب ان الناس تبقى مبسوطه، الناس تنزل الشوارع تنبسط وتهيص وتقول الحمد لله الاهلي بطل افريقيا والاهلي جاب العشره، وان شاء الله باذن الله في القادم يبقى دايما احسن، ودايما النادي الاهلي يبقى في الرياده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجمهوره العظيم اللي هو انا بقول دايما ان الاهلي ملك لجمهوره. الحقيقه هو مش بس فرحه ومش بس تتويج ومش بس بطوله جديده كبيره ومهمه بتضاف لسجل انجازات النادي الاهلي، لكن الحقيقه يبقى دايما النادي الاهلي مثل وقدوه في فكره انك انت تشتغل تحدد اهدافك وتعرف ايه هي نقاط القوه بتاعتك وتشتغل عليها، وتعرف ايه هي نقاط الضعف اللي عندك وتحاول انك انت تتفاداها وتطور من نفسك. بالتاكيد في محطات كتير صعبه، وبالتاكيد في مواقف صعبه مرت عليكم على مدار، انا مش عايز اقول موسمين، لانه احنا في خلال سنه واحده او في خلال فتره اقل من سنه 8 شهور تقريبا حققنا بطولتين هم الاكبر على مستوى قاره افريقيا، لكن ايه اللحظات او الاوقات الصعبه اللي عدت عليكم كمجلس اداره، وازاي اتعاملتوا معاها على مدار تحقيق الانجاز ده سواء في النجمه التاسعه او في النجمه العاشره يا باشمهندس؟ بص يا ابو حميد، احنا من ساعه ما جينا طبعا النادي الاهلي من 2013 كانت اخر بطوله خدها، واحنا جينا 2017، فكان يعني الهدف الاساسي ان احنا ازاي نتوج في افريقيا، لان افريقيا والاميره الافريقيه دي هي يعني مطمع الجمهور الاهلاوي اللي احنا كلنا بنشتغل عشان نبسطه. التحديات بالتالي التحديات كانت كبيره قوي من اول يوم. الضغوطات واللي تعرض ليه هذا المجلس من يعني مش عايز اخوض في حاجات قبل كده يعني عدت، لكن انا بقول ان هذا المجلس وعمر هذا المجلس في خلال 4 سنين لم يحدث في خلال مجالس من 1907 ان واجهت هذه الضغوطات وهذه التحديات والشكوك في الزمم وحاجات كتيره قوي الحقيقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بالتتويج مرتين ورا بعض التاسعة والعشرة عشان مجهود الناس دي ما يضيعش، وعشان الناس تعرف ان قد كده الناس كانت بتشتغل على قلب رجل واحد. معانا رمز عظيم هو كابتن محمود الخطيب، ولولا ان هو راجل عنده ثبات انفعالي وراجل رزين وما بي ما بي ما, ما بينفعلش او ما بياخدش قرارات انفعالية، واحنا عندنا في المجلس شباب لسه اول مرة يخش، لما يشوفوا ده رئيس النادي بتاعهم قد ايه ثابت وقد ايه يعني بيبص للنادي الاهلي وقيم النادي الاهلي هي اللي لازم تسود، مفيش شك ان ده كان اختبار كبير، وربنا سبحانه وتعالى كرمنا علشان الناس دي كلها اشتغلت بروح الفانيلا الحمراء لخدمه النادي الاهلي وخدمه جماهير النادي الاهلي. وانا عايز اقول من ساعه ما كابتن محمود الخطيب مسك ملف الكوره، التجديدات اللي حصلت في الفريق، التدعيمات اللي حصلت، التغييرات في الاجهزه الفنيه، سواء ما جبنا فايلر وراجل عمل شغل كويس لكن بعد كده ما يمكن لم يعني اخانوا التقدير في حته الكورونا والكلام ده كله، واختيار الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط لموسيماني، لان راجل فاهم الكره الافريقيه وعارف المنافس بتاعك، وشفت انت شفت قد ايه الفرقه فيها حب وفيها زي ما انت قلت يمكن في المقدمه بتاعتك، مفيش نجم، النجم هو الفريق، مفيش نجم فوق نجم، النجم بدوافعه وبشغله وبمجهوده جوه الملعب، ويبقى دائما هو النجم الاول هو النادي الاهلي اللي بيصنع النجوم، وليس النجوم هم اللي بيصنعوا النادي الاهلي. النادي الاهلي تاريخ من 1907، ودايما زي ما قلت برضو ان جمهور النادي الاهلي بتاعنا يعني طموح زياده على مش عايز اقول طماع، لكن هو ده النادي الاهلي لا يبغى، وجمهور النادي الاهلي لا يرضى الا ان هو يكون نمره واحد. وباذن الله تعالى زي ما انا قلت برضو امبارح احنا خلصنا العشره، نفكر ان شاء الله باذن الله ازاي نجيب السوبر الافريقي
وبعد كده نتوج ان شاء الله بال11. وانا عايز اقول يمكن عمر مجلس الاداره ده خلاص يعني بيقبل على الانتهاء في خلال الاربع اشهر الجايين، والحمد لله بوجود النجمه العاشره مع النجمه التاسعه ما فيش شك ان ده يبقى خير يعني نهايه لهذا لعمر هذا المجلس. وباذن الله تعالى سواء احنا قعدنا او حد تاني جه، انا متاكد ان كل الناس اللي بتيجي ان اعضاء الجمعيه العموميه بتاعتنا المحترمه بتعرف ازاي تختار من يصلح ان هو يقعد على كرسي مجلس الاداره، عشان في الاخر دايما الرياده ونمره واحد هو اللي بيبقى دايما بنبغى فيه. خد بالك انه مسيره الانجازات اللي اتحققت في السنوات الاخيره دي خلقت ثقافه بالذات عند الجيل الجديد اللي بيتعلم يعني ايه يشجع كوره او يشجع رياضه ويشجع وينتمي لنادي بحجم النادي الاهلي، انه مفيش تنازل عن اي بطوله انت بتخدها، وده بالتاكيد عبء كبير جدا على مجالس الاداره ايا كان مين في موقع المسؤوليه. انا بتكلم حتى على مدار فتره طويله جدا جايه، الناس اتعودت انه ما ينفعش النادي الاهلي يدخل بطوله وما يبقاش على منصه التتويج، النادي الاهلي ما ينفعش يدخل ايا كانت بطوله محليه بطوله. حتى النهارده طموحات النادي الاهلي، انت عارف انا كنت بتكلم من فتره كده على انه انا بحلم كاهلاوي بان انا اروح كاس العالم تاني والعب تشيلسي وليه لا. فالنهارده طموحات النادي كل يوم بتكبر، والنهارده جمهور النادي الاهلي لما هيشارك في كاس عالم نسخه جايه طموحه كمان بقى رايح لابعد من البرونزيه، يعني هو خلاص البرونزيه دي بقى بالنسبه له شيء منطقي وطبيعي وعادي، وبالتالي عايز دايما يروح للافضل، وده بالتاكيد عبء على مجالس الاداره وعلى كل حد في موقع مسؤوليه داخل النادي الاهلي. الكلام طبعا مظبوط احمد عايز كتير، لكن في الاخر هو ده الاوبجكتيف بتاعنا، هو ده الغايه بتاعتنا، ان احنا دايما النادي الاهلي ازاي يبقى دايما بيطور من نفسه، ازاي يبقى رائد. يعني النهارده ربنا كرمنا احنا النادي يعني الـ الافريقي الوحيد اللي خد مرتين ثالث العالم. لا طبعا الطموح بتاعنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نصل لمنصه التتويج سواء على المركز الثاني او المركز الاول، هو ده كل طموحنا كله. لكن في الاخر انا عايز اقول يخفي شرف لاي نادي عربي او افريقي ان هو يكون موجود في هذا المحفل العظيم، المحفل العالمي وهو كاس العالم للانديه. وجودك بس ده شرف كبير، انك انت ترفع اسم مصر او ترفع علم مصر في المحافل الدوليه، ده لوحده شرف كبير، وده لوحده انجاز. لكن زي ما انت قلت جمهور النادي الاهلي دايما عايز المزيد، ومجالس ادارات النادي الاهلي دايما عايزه المزيد، عشان في الاخر برضو كلنا بنشتغل عشان نسعد جمهورنا العظيم اللي هو الاساس في كل حاجه، هو عجلة الدفع الأساسية كل حاجة. يعني دايما أما حتى أي قرار بيتاخد بيبقى دايما بيتاخد لمصلحة النادي الأهلي، واللي في الآخر هيعود على بالإيجاب في النتائج، في مش عايز أقول بس النتائج الرياضية. يعني أحمد احنا اتكلمنا هذا المجلس حقق إنجازات إنشائية وخدمية للنادي الأهلي، متهيألي يعني من مفيش حاجه وعدنا بيها طبعا من خلال قائمه الكابتن محمود الخطيب والبرنامج الانتخابي اللي اتحط. يمكن انا زي ما قلت برضو اكثر من 95%، ويبقى الامل ويبقى الحلم استاذ النادي الاهلي، واللي ربنا برضو كرمنا ان شاء الله بدعم الدوله المصريه ان احنا نوضع حجر الاساس لانشائه باذن الله. ان شاء الله خطوه عملاقه طبعا نتمنى ان احنا نشوفها بتظهر للنور، بس ده ما ينفيش انه حتى ملعب الاهلي والسلام جماهير النادي الاهلي النهارده بقت فرحانه بيه، افتتاح اهلي الاقصر، تطوير قناه النادي الاهلي، التطوير اللي بيحصل في الافرع ومقرات النادي الاهلي في كل مكان، دي حاجه احنا لامسينها يمكن كمان في القناه بشكل يا احمد الاكاديميات طبعا طبعا الاكاديميات بره مصر كمان، فما تفتكر ان الخطه والفيجن او الرؤيه اللي المجلس الاداره وضعها رئاسة الكابتن محمود الخطيب ماشيه في مسار كويس. وزي ما قلت احنا في نهايه المده بتاعتنا سواء احنا قعدنا او مجلس تاني جاي باذن الله دايما احنا في اجيال بتسلم اجيال، وكل الناس بتشتغل. يعني احنا عايزين نقول ان احنا بدينا من حيث انتهى مجلس المهندس محمود طاهر، اللي هو بدا من حيث انتهى مجلس المهندس الكابتن حسن حمدي، يعني كلها اجيال بتسلم بعض علشان في الاخر يبقى دائما وابدا الاهلي فوق الجميع. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا على وعد انك انت تشجع أحمد في اليابان زي ما شجعت
في المدرجات امبارح. انا عارف ان كان ليك دور كبير جدا، بشكرك ببارك لك، الف مبروك الف مبروك لكل اعضاء مجلس الاداره. اعتقد ان هم كانوا جندي معلوم، مش هقول جندي مجهول، في تحقيق النادي الاهلي لانجاز طول والاخر. بشكرك شكرا جزيلا طبعا المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. طيب.